بالأمس وليس اليوم بعد المباراة، قلت إن الاتحاد الحالي اللي أنا موجود في منظومته في رؤية فنية لنهوض بكرة القدم لمدة سنتين ومدة 4 سنوات تم الانتهاء منها، لكن هيتم عرضها الأول على عدد كبير جدا ما يربو من 40-50 من خبراء كرة القدم والمهتمين بها في مصر خلال الأسبوع بعد مباراة كوريا، وبعد الاتفاق من خلال ورشة العمل على هذه الخطة المقترحة والموافقة عليها أو تعديلها هيتم إعلانها، خاصة بمسابقات الناشئين، بالمسابقات بدايتها ونهايتها، بالبراعم، بالمنتخبات السنية المختلفة، بالمدربين، بكل شيء. وقلت إن في مدير فني هتولى أمر الاتحاد وهيساعده واحد خاص بالناشئين، واحد خاص بالمدربين، واحد خاص بالمديرين الفنيين في المناطق المختلفة. سؤال المباشر، هل الاتحاد المصري الحالي يتحمل تبعية هذه المباراة اليوم، ولا ده نتاج لما كان موجود قبل ذلك في اللجان السابقة؟ لا، نبقى غير منصفين لو قلنا ان الاتحاد الحالي يتحمل، ولكن الاتحاد الحالي عليه جزء معاك في تحمل المسؤولية، لكنه لا يتحمل كل المسؤولية في الحقيقة. يعني انت لجان مؤقتة، اتأخرنا قوي في اننا نعمل انتخابات، اتأخرنا قوي في اننا نعمل لوائح، اتأخرنا قوي في اننا نحط استقرار في اتحاد الكورة. مش الحل ان كل شوية نجيب اتحاد ونمشيه، ومش الحل ان كل شوية نجيب مدرب ونمشيه، ومش الحل ان كل شوية يبقى عندنا يعني مجموعة من اللعيبة ننقي شوية وبعد كده ننقي غيرهم، وبعد كده محتاجين زي ما حصل معانا. احنا بدأنا سنة مثلا 80 مع مدرب ألماني، جابوا لنا مدرب ألماني كون جيل جديد من بس الدوري كان ساعتها بتقدر تختار منه. النهارده يا جماعه كل حاجه ماشيه غلط يا ايهاب. تمام، النهارده الارقام مش طبيعيه في اللعيبه، فلكيه الارقام مش طبيعيه، والانديه بتصرف عشان ما بتصرفش من جيوبها. الانديه عماله بتصرف، واللي بيكسب السمسرة، والناس اللي بتاخد سمسرة، واللي بتاخد فلوس من ورا بيع لعيب. النهارده اللعيب ده لو الانديه حطت، لو الاتحاد حط سقف، والانديه يعني قررت ان ما يبقى، يعني انا عايز الاول الانديه تحط ميزانيات، اللي عنده فلوس يشتري زي ما عايز، صح، ويحاسب جمهوره. انما اللي معهوش، واحنا عمالين بنزايد على بعض. اللعب النظيف يا كابتن مجدي، زي ما بيقول اللعب النظيف، احنا اهاب بنزايد على بعض. واحنا يا جماعه سيبوا اللعيب اللي مش هيرضى ياخد المبلغ اللي الانديه هتحدده، وهو لازم يبقى مبلغ يعني يناسب امكانيات اللعيبه. في لعيبه ما بتعرفش تباصي يا جماعه، لعيب تلعب ومنتخب مصر بدون ذكر اسماء، انا اشوف اللاعب ده، هل لاعب دولي، لاعب كم مباراه، يتصنف ما بتعرفش تباصي. الله. وبعدين نروح نجيب لعيبه ب1,500,000 دولار، ونجيب لعيبه مش قادره تدي، مبطله بره، وما احنا جايبينها. اللاعب اللي يجي من بره لازم يكون بيمثل منتخب بلاده عشان يقدر اللي هو يضيف بصرف النظر عن يمثل منتخب، ما بيرسي توبي. حلوه اللعيبه ما بتعرفش تباصي ده يا كابتن مجدي، حلو، عجبتني. ها؟ عجبتني حته اللعيبه ما بتعرفش تباصي دي. ايوه، لا يعني ده ابسط حاجه، التسليم والتسلم، لا بيعرف يستلم ولا بيعرف يسلم. طب ده الارقام دي بتدفع بناء على ايه؟ يعني بناء على ايه؟ بناء على ان جه نادي معين معاه فلوس كتير اشترى لعيبه فغلى الاسعار؟ لا، النادي ده يشتري يا عم، ياخد له 30 لعيب يا رب بمليار جنيه وحر، انما مصر مش ما فيهاش 30 لعيب بس. الله، لا، اللي بيحصل دوت يا جماعه لازم يبقى فيه وقفه، ولازم كلنا نتكاتف. كره القدم في مصر بتضيع، كره القدم في مصر هتفقد هيبتها. يعني احنا النهارده بتلعب اثيوبيا هي اللي مسيطره على المباراه، وهي اللي بتضغط عليك، وهي اللعيبه مش قادره تشيل رجلها يا جماعه. لا، وبعدين انت لما تجيب جهاز فني يا جماعه، لازم نجيب جهاز فني يعني عنده امكانيات. اولا المدرب يبقى عنده خبرات، بتاع الاستشفاء يبقى عنده خبرات، انما مش دي جامد، احنا بنجامد. نجيب مساعد مدرب صغير، ونجيب مساعدين مدربين ما عندهمش خبرات، والمدرب نفسه ما عندوش خبرات. الله،
الكلام دوت يودينا فين؟ الكلام ده هيودينا فين؟ هيودينا في مكان احنا لا نتمنى كرة القدم بالنسبة للشعب المصري. طيب حاجة سؤال يا كابتن مجدي، حضرتك مع استمرار الجهاز ولا تغييره؟